فسيف عيسى كمان مثال زي ما احنا شفنا محترم جدا، ويعني كان عنده ازمات على فكره برضو لو حضراتكم مش عارفين، كان عنده ازمات كتيره جدا في الاستعدادات وفي الرعايه، لكن بصراحة والحق يقال الوزارة تدخلت وحلتها بشكل سريع جدا، ويمكن سيف كمان نقدر نقول أقل واحد حصل على تدعيم. الكلام ده يعني حضراتكم خدوه كمعلومة تقدروا تتأكدوا منه. فيعني فعلا الوزارة تدخلت وقدرت إن هو أو إن هي تمشي له أو تسرع له أو تحل له المشاكل، والنتيجة زي ما احنا شفنا برونزية، فحاجة محترمة. يعني راجل عمل اللي عليه، اللي نقدر نقول وظف إمكانياته كلها في الحدود المتاحة، وهو كان ليه كلمة جميلة جدا برضو قالها، قال ربنا رزقني بأكتر مما كنت أستحق بكتير، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ونعم بالله. بالظبط. يعني ما فيش ذرة شك إن الإصرار والعزيمة دايما من ضمن أسرار النجاح ومن ضمن مفاتيح النجاح، وقاسم مشترك في حيات كتير جدا من الأبطال على مر التاريخ في رياضات مختلفة، هم دول اللي ربنا بيكرمك بيهم وعشانهم ومن خلالهم. سيف امبارح قال إن احنا، ودي برضو يعني فيها إعادة للكلام اللي احنا كنا بنقوله، وهو كمان لاحظ، وأكيد طبعا كل يعني اللي في البعثة المصرية لاحظت هذا الأمر، وأكيد برضو تأثروا بالسلب، مفيش ذرة شك في كده. قال إيه سيف امبارح؟ قال بقالنا كام يوم عمالين نتفرج وبنتابع وشايفين ملايين من المصريين بيكتبوا على الفيسبوك عايزين ميدالية لمصر، والحمد لله ربنا كرمنا كرم هداية وكرمني بميداليتين، وإن شاء الله لسه بقية الأبطال هيجيبوا لنا ميداليات ذهب. عشان كده بنقول للناس بلاش إحباط، بلاش تصدير كلمات سخرية لأبطالنا، شجعوهم لأن كلمتكم هتفرق معهم كتير جدا، لأن العامل النفسي بطبيعة الحال مهم جدا، والتوفيق في النهاية بتاع ربنا. هداية كادت تفقد حصولها على ميدالية، بس نتائج المنافسين ساعدتها في أنها توصل لمباراة الطردية اللي فازت فيها على لاعبة تونجا، وتأهلت للمباراة الحاسمة البرونزية واللي الحمد لله فازت فيها على بطلة أمريكا. نفس الشيء تكرر برضو، نفس الشيء حصل مع سيف اللي عمل مواجهات رائعة وتغلب على بطل أستراليا وبطل إيطاليا، وصل لدور نصف النهائي لكن للأسف خسر من بطل روسيا، ثم واجه لاعب النرويج في مباراة حسم من خلالها البرونزية لصالحه وفاز بيها. وهنقول ايه يعني ده بدايه، يعني اللي بيحصل ده كله بداية كلام مصر لغايه اللحظه دي حصلت على عدد 2 ميدالية برونزية، فتح كلام، وان شاء الله اللي جاي احلى لو كده. لو حاجه ان هم كانوا ورا بعض على طول يعني ربع ساعه تك تك، فدي كانت حلوه.